هل انت شايف ان موقف الاسماعيلي والوضع اللي فيه الاسماعيلي ده طبيعي؟ طبعا غير طبيعي بالمرة. اسماعيلي ده برازيل العرب زي ما بنقوله، واحنا بكل الأندية بتحب نادي الاسماعيلي. وهنا لازم اقول ان نادي مصر المخاصة الموسم الماضي كان له دور كبير جدا جدا في انقاذ نادي الاسماعيلي من عدم الهبوط. إيهاب جلال لما مشي من عندكم لما طلبوا مننا المهندس ابراهيم عثمان والكابتن عادي ابو جريشه واللجنه المحترمه اللي جت، انهم طلبوا ياخدوا ابنهم وجهازه الفني. اي نادي غير نادي مصر المقاصه ما كانش هياخد القرار الجريء والقوي لآل هويدي بين الاستغناء عن كابتن إيهاب جلال والجهاز بالكامل، وان فضلنا النادي الاسماعيلي وانكار ذات محترم عن نادي مصر المقاصه، وتم انقاذ الموقف. طب السنه دي السنه دي طبعا كابتن إيهاب جلال بالمجموعه شافوا مصلحتهم وراح بيراميدز. وراحوا بيراميدز. مجلس الاداره الجديد، وده اللي انا بقوله لحضرتك، ورئاسه المهندس يحيى الكومي وسياده المحافظ، لابد من ان هم يقف الوقفه اللي قلت لحضرتك عليها لانقاذ نادي من الانديه الشعبيه الكبيره وهو نادي الاسماعيلي باللي انا قلته لحضرتك عليه. نتمنى نتمنى إن شاء هذا، الله. نتمنى.